البارح مستمعينا يعني دابا غادي نمروا من كره السله لكره اليد. البارح تحدثنا على فريق الوداد الرياضي اللي حقق رسميا الصعود للقسم الممتاز. اليوم غادي ندوا على الفريق اللي رافقوا في هذا الصعود, فريق الرياضات الرشيديه فرع كره اليد, فرع كره اليد عفوا. معنا رئيس الفريق سيل العالمي. سيل العالمي مرحبا بك معنا على راديو مارس. مرحبا استاذ سارة, مرحبا بجميع المستمعين الكرام. مرحبا. اذا سي العالمي كنبغي نهنئكم بتحقيقكم الصعود للقسم الممتاز, واكيد وبطبيعه الحال فهذا كيجي نتيجه ديال عمل جماعي للمكتب المسير, لا طاقم تقني طبي ولا كذلك اللاعبين. شكرا سارة. بالفعل هي النتيجه كيف ما كانت ما كتكون ايجابيه فضروري ما كيكون موراها واحد العمل دي بالنسبة للمشروع ديالنا حنا اللي دام واحد المدة طويلة. إننا عادي ثلاث سنوات وحنا نصل إلى مباريات ديال السد ولم يكن يحالفنا الحظ, ولكن هذه المرة الحمد لله فين تضافر ديال الجهود كما قلت ديال الجميع فتم تحقيق هذه النتيجة وتم إرجاع هذا الفريق العريق كرة اليد إلى المكانة ديالو الطبيعية مع كبار اللعبة من بعد الغياب ديال 19 سنة على قسم الأضواء. نعم. سي مصطفى, دوينا على الباركور ديال فريق رياضات الرشيدية بالنسبة لكم انتوما, كيفاش عشتوا هاد الموسم هذا, كذلك كيفاش كان المسار ديال الفريق؟ وكما كتعرفوا الأخت سارة على أن هذا الموسم هو موسم استثنائي, لا هذا الموسم ولا الموسم السابق اللي عشنا فيه في واحد الظروف استثنائية نظرا للحالة ديال الطوارئ الصحية اللي كتعيشها البلاد, فكانت الأمور صعيبة جدا, كانت المنافسة الرياضية صعيبة وكانت التهيئة ديال الفريق صعيب, وكتعرفوا بأننا كننتمي لواحد المنطقة اللي بعيدة شوية, يعني جميع التنقلات ديالنا كانت المسافة طويلة, وبالتالي فهذا الأمر تطلب منا مجهود كبير. كذلك كما كتعرفوا يعني كما الحال ديال كرة اليد الوطنية بصفة عامة, فاحنا عندنا واحد الخصوصية هو أن الموارد المالية ماشي 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 ناقصة أو بحدودة ولكن منعدمة. أنا كنقول على أنه لولا يعني الرجال اللي كيتوفر عليهم من المكتب المسير ديال نادي الرياضات الرشيدية فما كناش غادي نشوفوا هذه النتيجة, وكنا أكثر من ذلك غادي نفقدوا هذا الإرث التاريخي اللي هو هذا الفريق العريق ديال نادي الرياضات اللي كيمثل كرة اليد بواحد المنطقة يعني شاسعة وممتدة, المنطقة ديال الجنوب الشرقي اللي المتنفس ديالها الوحيد هو الرياضة ظل غياب الإمكانيات اللازمة ديال الحياة اليومية, في هذا يعني المتنفس الوحيد اللي عندنا في مدينة الرشيدية في الجنوب الشرقي بصفة عامة هو الرياضة, واللي كتحتل فيها كرة اليد واحد المكانة كبيرة جدا نظرا كما قلت للتاريخ ديالها ديال كرة اليد اللي أسسوا الفضاء ديال كرة اليد الوطنية, مجموعة ديال الأسماء اللي برزات في التاريخ ديال كرة اليد الوطنية, وبالتالي كان عندنا واحد الحمل كبير على الكعيل ديالنا هو أننا نحاول نرجعوا الأمجاد ديال كرة اليد بهذه المنطقة وبهذه المدينة ديال الرشيدية, والحمد لله من بعد هذا العناء الطويل فتوفقنا إلى حسن ما أننا نرجعوا هذا الفريق للمكانة ديالو مع كبار اللعبة. نعم بطبيعة الحال, وهذا كيف ما كنقولوا فكيتطلب مجهود وكيتطلب واحد العمل هو كبير. سي مصطفى, دويت على النقطة اللي كنعتبروها حنايا جد مهمة هي غياب الإمكانيات وغياب الدعم. قلتي لولا يعني وجود رجال في هذا اللي كينتميوا لهذا النادي ما كنتوش غادي توصلوا لهذه النتيجة اللي حققتوا. حنا كنعرفوا أن الأمور في القسم الوطني الممتاز فهي يعني مختلفة تماما على القسم اللي كنتوا فيه, واش غادي تكملوا بهذه الطريقه هذا, وكيفاش غادي نتعاملوا كذلك مع هذا المشكل اللي عندكم؟ طبيعة الحال اخت صارف رغم الامكانيات كما قلت لي هي منعدمه, ولكن الان الفريق حقق المبتغى, رجع المكانه الحقيقيه ديالو, بالتالي على الجميع على جميع الفاعلين اللي كينتمي من هذه المنطقه اللي كينتمي لهذا الفريق هذا اللي هو مدينه الرشيديه على أنهم يلتفوا هذه دعوة, دعوة لهم أنهم يلتفوا حول هذا النادي وأنهم يوفروا له الإمكانيات اللازمة, لأن كما قلت سابقا على أن تحقيق ديال النجاح يبقى سهل المنال, ولكن الحفاظ على هذا النجاح هو التحدي الأكبر, بالتالي فالحفاظ على المكانة ديال الفريق
القسم ديال الطفوة، فهو تحدي يجب أن يتضافر في جميع الجهود ديال المسيرين ديال النادي أولا، ونحن مستعدون لهذا الأمر هذا، وكذلك المؤسسات ديالنا المنتخبة والفاعلين الاقتصاديين في المنطقة ديال الرشيدية اللي نشافوا الآن من بعد النتيجة الإشعاع الكبير يعني التفاعل الكبير ديال الساكنة ديال مدينة الرشيدية بصفة عامة وديال الجنوب الشرقي بصفة عامة، تفاعل ديالهم مع هذه النتيجة، وبالتالي فالآن ما بقى لهم إلا يأمنوا على أن الرياضة وكرة اليد بهذه المنطقة هي يعني واحد محدد من محددات التنمية في هذه المنطقة اللي كننتميو ليها. العنصر البشري هو متوفر، لأن كما بغيت نقول لك الأخت طارة على أن النادي ديالنا يعني كيعتمد على أبناء ديال النادي فقط. عندنا لاعب أجنبي واحد اللي هو من الكونغو الديمقراطية قاتي، وحارس مدينة صفرو، وباقي اللاعبين باقي التشكيلة كاملة هي من خريجي المدرسة ديال النادي. ودي النقطة جد إيجابية اللي قليل فين كنشوفوها، يعني الطاقة هي موجودة، بالتالي فبقى إلا أننا نوفروا الإمكانيات اللازمة ديال هاد الأبناء ديال هاد المنطقة هذه، باش إن شاء الله ياخذوا الحظ ديالهم كذلك يعني في الرياضة الوطنية وفي الإشعاع الرياضي الوطني. نعم بطبيعة الحال كيف ما قلتي كيخص اهتمام كبير الآن يعني بالفريق، فالأمور كتختلف، غادي نوليو عندكم دي ديبلاسمون اللي مختلفين، يعني طريق طويلة غتمشيو تتواجهوا يعني فرق اللي متمرسة، فرق اللي كتوفر أو اللي عندها مستوى جيد، وبهذا فأنتم الآن مطالبين بواحد العمل أكثر من أي وقت سابق، خاص يكون عندكم واحد الأهداف مسطرة واحدة أخرى، يعني من بعد تحقيقكم صعود القسم الممتاز فأكيد أكيد الأهداف جاكم الآن غادي تصبح بشكل آخر، وغادي يصبحوا عندكم أهداف واحدين أخرين، وكذلك البرنامج واستراتيجية ديالكم أنتم كمكتب غادي تصبح يعني بطريقة أخرى. طبيعة الحال أخت طارة حنا كنخدموا استراتيجية، يعني هاد الصعود اللي تحقق هاد السنة هو كان مبرمج له منذ مدة، هذا مشروع رياضي اجتمعنا عليه مع الإخوان المسيرين اللي كيرافقوني في هذا المشروع الرياضي، هذه مدة ديال 6 سنوات لما كان الفريق القسم الوطني الثاني، فكنا حطينا هدف ديال الصعود القسم الوطني الاول، ومن بعد 4 سنوات نحاولوا نلعبوا على اننا نرجعوا الفريق القسم الممتاز. المشروع الرياضي كما وضع وكما خطط له لحد الان تحققت منه الاهداف 100% بحسب التوقيت الزمني، وبالتالي الان الاهداف المستقبليه القريبه اللي غادي نشتغلوا عليها هو اننا نحافظوا على هذه المكانه ديال هذا الفريق هذا في القسم الوطني الاول، ونستمروا في المدرسه ديالنا اللي راه كتشتغل واللي كتعتبر مشتل الان ديال اللاعبين ديال كره اليد، واللي غيضمنوا الاستمراريه ديال هذا الفريق. اذا المشروع الرياضي هو موجود اخت طارة، وكنشتغلوا عليه بحكمه وبقوه واراده، لان عندنا غيره كبيره على هذه البلاد هذه، وعندنا غيره كبيره على هذه اللعبه، لان احنا قبل ما نسيروا هذه اللعبه كنا لاعبين في هذا الفريق هذا، والان خدينا بدمام الامور التيريه، وكان املوا على ان يعني يجب العمل والعمل الجاد والمخطط له اي مشروع رياضي، وهذا هو المسار ديالنا. بقي يعني الجانب الاخر اللي هو الجانب المادي، غادي نطرقوا جميع الابواب ان شاء الله، وغادي نحاولوا نوفروا الظروف الملائمه باش نحاولوا نحافظوا كما قلت على هذا الفريق في القسم الوطني الاول، وباش نفيدوا كذلك الكرة اليد الوطنية ورفعوا من المستوى ديالها، إنه يكفينا فخرا أننا الموسم المقبل سنستقبلوا فرق يعني عتيدة والصيف ديالها قوي كرة اليد الوطنية، أنا يكفي باش نقول بأننا غادي نستقبلوا مدينة الرشيدية السنة المقبلة فريق الجيش الملكي، فريق الفتح الرباطي، فريق طلبة تطوان، هذه فرق فريق إلى الناظور مولودية الوجدية، هذه فرق عتيدة، وبالتالي يكفي يعني لنا الشرف أننا نفسها رياضيا واستقبلوها في مدينة الرشيدية في منطقة ديال الجنوب الشرقي، يعني وغادي تعرفوا على واحد الأجواء اللي هي استثنائية، لأن كما قلت كرة اليد هي اللعبة الشعبية الأولى في مدينة الرشيدية، ماشي كرة القدم، وإنما كرة اليد هي اللعبة الشعبية الأولى في هذه المنطقة هذه، وبالتالي ففخر لنا أننا في المشروع الرياضي نحاولوا أننا نرجعوا الأمجاد ديال كرة اليد مدينة الرشيدية.
ان شاء الله. وزحنا كنتمنوا لكم التوفيق سي مصطفى. بالنسبه للبرنامج اللي وضعينه في هذه الفتره الاعداديه اكيد يعني خاص يكون هناك برنامج, البرنامج يعني كيف ما كنقولوا مخدوم بطريقه مزيانه باش هكذا تساعدوا اللاعبين باش يتاقلموا مع القسم الممتاز ان شاء الله. بطبيعه الحال اخت ساره كما قلت سابقا على ان هذا العام هذا فاشتغلنا في ظروف استثنائيه, والدليل هو اننا الان في منتصف يعني شهر غشت ويلا سالينا المنافسات ديال المباريات التالي, فغادي نعطيو للدراري واحد الوقيته ديال الراحه انهم يرجعوا للعائلات ديالهم ويتمتعوا شويه ويستمتعوا بهذا الانجاز هذا اللي حققوه الانجاز الكبير, وبالتالي من بعد غادي يرجعوا للنادي وغادي يستمعوا باش يهيئوا ظروف جيده ان شاء الله للموسم المقبل اللي كتنتظرنا فيه تحديات كبيره وكبيره جدا. غير الاخت ساره هذا الانجاز هذا ديال هذا العام راه طبقوا انجاز سابق السنه الفارطه صعود الفريق ديال الاناث القسم الوطني الاول, وهذا العام هذا حافظ على المكانه ديالو كذلك في القسم الاول مع كبيره اللعبه وطنيا, وبالتالي فالمشروع ديالنا كما قلت يعني رياضيا هو ناجح 100%, وهذا بالفعل لان كنرجع هذه النتائج اللي محققها لحد الساعه كنرجعها اللاعبين واللاعبات ديالنا الانضباط ديالهم الروح القتاليه, لان البارح انا شفت واحد الروح قتاليه عند جميع اللاعبين, يعني كانوا عازمين بكل قوه على انهم يحققوا هذا الانجاز للمدينه ديالهم والفريق ديالهم, وهذا هو الايجابي لما كيكون عندك واحد النسبه كبيره من الابناء ديال الفريق هما الدعائم الاساسيه ديال الفريق, فكتكون هذا الروح القتاليه وبالتالي كتجي النتيجه مراه. نعم بطبيعة الحال احنا مرة أخرى كنهنئكم بهذا بتحقيقكم الصعود, وكذلك كنتمنوا لكم كل التوفيق وكنتمنوا التفاتة من عند الجهات المعنية باش ان شاء الله الفريق يكمل في هذا الأهداف المسطرة ديالو. شكرا لك مرة أخرى سي مصطفى العالمي. ان شاء الله وشكرا لكم كذلك لهذا التفاتة ديالكم لهذا الفريق هذا. مرحبا ده واجب وفي هذه الأجواء الاحتفالية ديال الصعود والكسم الوطني الممتاز. شكرا جزيلا أخرى. مرحبا سي مصطفى العالمي, هذا واجب. ومرة أخرى هنيئا لكم بتحقيقكم الصعود إلى جانب فريق الوداد الرياضي. بهذا مستمعينا حلقة اليوم من برنامجكم ما كاينش غير الكرة كتوصل نهايتها. كنشكر طريق دروري اللي رافقني في الإخراج لحظة.